السلام عليكم طلاب، اليوم نبدأ المحاضرة التاسعة Elastic Impression Materials. أخذنا بالمحاضرة اللي فاتت Impression Materials بشكل عام، عرفنا وين نستخدمها وعرفنا بعض من صفاتها وعرفنا أنواعها، فقلنا أنه هي Non-Elastic وElastic Impression Material. حكينا Non-Elastic الأربع أنواع، واليوم نجي على Elastic Impression Material يعني مواد الطبعات المرنة. مواد الطبعات تسمى بالمرنة لأنه هي بها مرونة وتكون هي المثالية، يعني النوع المثالي اللي نستخدمه حتى ناخذ به طبعة للأسنان يعني التشو اللي دار مدار الأسنان، أيضا تاخذ طبعة للعلاقة relationship مالت الأسنان واحدة بالثاني. ممكن أنه نسحبها من الأندركات أريا وترجع إلى شكلها الطبيعي بدون ما يصير بها تشوه. شنو يعني أندركات أريا؟ ما أدري لحد الآن أنتوا يعني بمنهج طب الأسنان وخدتوا هاي يعني المصطلح أو بعدكم، فأني راح أشرح لكم إياه حتى يكون واضح لكم. أندركات أريا إذا طلعت بالقاموس ممكن تطلع لك شوية يعني معاني مبهمة، فأشرح لكم إياه هنا. عندنا تشوفون هذا مراجع عنده أسنان اثنين، هاي الصورة، هذا كناين سكند مولر. نشوف أنه أني أكو هنا مثل صحولها الدخلة لجوا الأسنان أندركات، هذا المنطقة اللي صايرة تحت أعلى سيركمفرنس بالسن صحولها أندركات، هذا بالله بميلان وصاير جوا أندركات. حتى الأسنان العدلة اللي هو مثل هسه هذا الكناين، هذا بعد أبرايت يعني طبيعي ما صاير بأي تلتنج ما مايل. بعد همينا أكو مو هذا كريستوف كارفيتشر، تذكرون العام من الأناتومي دنتال أناتومي إن هذا كريستوف كارفيتشر يعني عرض مكان بالسن، جوا هاي الدخلة هيجي يصحوا لها الأندركات، تمام؟ هاي اللي هنا اللي جوا أعلى مكان يصحوا لها أندركات، فهنا عندنا أندركات وهنا عندنا أندركات. تخيل لو هسه أني أجيب impression material وخليتها وين؟ هنا بهاي المنطقة، هسه صار بها تصلب، شلون أقدر أطلعها إذا كانت impression material من نوع صلب؟ أكيد راح تنكسر مو؟ لو راح تنكسر لو تأذي السن، على أغلب أنه راح تنكسر. فلذلك قلنا المواد النون إلاستيك، مواد الطبعات نون إلاستيك ما تستخدم للمراجعين اللي عندهم أسنان، فقط للإدنشلس بيشنت. هسه هاي المادة مرنة، أريدها مو بس مرنة وإنما أريدها من تطلع من أوخرها ترجع إلى شكلها الأصلي بدون أنه يصير بها تشوه، تمام؟ هسه عرفنا شنو يعني أندركات، اللي هي يصير هذا المكان اللي يصير جوا أعرض مكان بالسن، تمام؟ مكان اللي جوا أعرض مكان بالسن هنا وهنا. طبعا الأندركات ما يصير بس بالأسنان، ممكن يكون عندنا سوفت شو أو بوني أندركات مثل هسه عندنا بالصورة الثانية اللي جوا عندنا هذا الماندبل، وبي عندنا بوني أندركات يعني هنا عندنا دخلة بالبون، هاي همنا لازم إلها نحتاج إلها مادة طبعة مرنة حتى نقدر نطلعها من الأندركات. أنواع الإلاستيك إمبريشن ماتيريالز راح تنقسم حسب هالمرة حسب تكوينها الكيميائي، وياي حسب تكوينها الكيميائي، فإما تكون هيدروكولويد إمبريشن ماتيريال أما إلاستوميريك إمبريشن ماتيريال. محاضرتنا اليوم هي الهيدروكولويد إمبريشن ماتيريالز اللي هي راح تشمل لنا الأجار والألجينيت. الهيدروكولويد من اسمها هيدروكولويد، هيدرو إشارة إلى الماء، كولويد إشارة إلى محلول الغراوي، فهو شنو تعريفه؟ هي مواد مبنية على معلقات غروية مالت بوليسكرايدز يعني متعددة السكريات في الماء. هذا المحلول الغروي راح يجينا على شكلين، هو نفسيته يعني نفس هاي الهيدروكولويد امبريشن ماتيريالز، اما تجينا على شكل سول فورم او جل فورم. سول فورم يعني اللي هو الماده السائله مالته اللي تكون لو فيسكوسيتي يعني لزوجتها قليله، بيها ترتيب البولي ساكرايد تشينز سلاسل متعدده السكريات تكون مترتبه بشكل عشوائي فيصير على شكل ليكويد. السول فورم الجل فورم العفو اللي هو يكون هاي فيسكوسيتي جل يعني مثل الجل، يعني شوف خلي اشبه لكم اياه يعني مثل نقول المادة الجيلاتينية
تمام؟ الجلفون هي مادة صلبة ولكنها مرنة، صلبة مرنة، تمام؟ هاي فيسكوسيتي لزوجتها تكون عالية، والبولي ساكرايد تشينز اللي بيها تكون مرتبة. زين، تنتقل عندنا احنا المواد هاي الامبريشن ماتيريالز، تتخيلون راح تجينا على شكل شنو؟ اكيد راح تجينا بشكل سول فورم، وبفم المراجع راح تتحول الى جل فورم. هاي العملية تحول السول فورم الى جل، سول الى جل، يصحون عملية الجليشن، is the conversion of salt to gel. راح تتكون ان المادة راح يصير لها خواص مرنة، وبسبب ترتيب ترتب البولي ساكرايد تشين. تمام، واضح هسه؟ نجي يعني راح شوية تتوضح اكثر من نجي ناخذها مادة مادة. الهيدروكولويد انفريشن ماتيريالز بنوعيها الالجينيت والاجار متكونة من الووتر، يعني هي متكونة من مثل ما قلنا كولويد سسبنشن of polysaccharides in water. فبما انه هو متكونه من water، الهيدروكولويد راح تكون قابله انه تفقد الماء في عمليه تسمى synersis، او تسحب الماء في عمليه تسمى imbibition. تمام، الجلز اللي هي الماده ورا ما تتصلب، ماده الطبعه ورا ما تتصلب تكون يعني ضعيفه، وعدها very low tear strength. تير هاي هنا جاي بمعنى مو دمعة، وإنما جاي بمعنى تمزق، فعدها مقاومة، قوة مقاومة التمزق مالتها كلش ضعيفة، يعني شنو؟ يعني تتمزق بسهولة. فلذلك الألجينيت والأجار من أريد أخذ بهن طبعة ما أخذها in thin section، يعني مو بي ما أخليها خفيفة تصير، إذا صارت خفيفة شو يصير بيها؟ تتمزق. هذا هنا يجيب لكم إياه تعليل. مثلاً why alginate cannot be used in thin sections؟ تقول لي لأنه alginate is a hydrocolloid impression material. Hydrocolloid impression materials gels are weak and are very have very low tear strength. عندهم مقاومة التمزق قليلة. تمام؟ التري موفمنت يعني تحرك التري مثل ما حكينا بالمحاضرة اللي فاتت، أو حركة التري يعني بأثناء ما دا أخذ الطبعة، أو إنه أوخر التري بشكل بريماتشور، يعني بريماتشور بعدني بعد ما صاير ست وخرت الطبعة، أكيد راح ينتج إن inaccuracies distortion، يعني قلة بالصحة بالدقة مالته، ويصير بيه تشوه أيضا بالطبعة. التيرينج يعني عملية تمزق، الاحتمالية تمزق الطبعة راح تقل بأنه هذا وخرت الطبعة بشكل سريع. بس يمكن واحد يقول بالعكس، يعني شنو يعني المفروض أوخر طبعة على كيفي حتى لا تتمزق؟ لا، حتى بالنسبة للألجينيت وحتى للأجار لازم نوخر الطبعة، نوخرها بما يسمى بالسناب موفمنت. سناب movement يعني حركة سريعة، بنوخرها بشكل سريع حتى الإلاستيسيتي مالتها يعني الصفات المرنة مالتها تصير ويا السرعة مو بالبطء. بالبطء احتمال أني بالعكس، إذا أوخرها بشكل بطيء احتمال أسوي عدها بالطبعة يعني تمزق، يعني تخرب عدي الطبعة ولازم أعيدها بالحالتين. تمام، بحالة أنه صار بيها تمزق. هسه نجي للأجار إمبريشن ماتيريال. أجار إمبريشن ماتيريال هي إلاستيك ريفرزابل هيدروفيليك ميوكوستاتيك إمبريشن ماتيريال. وحدة إلاستيك شنو يعني؟ يعني مادة مرنة، يعني أستخدمها للمراجعين اللي عندهم أسنان، وأيضا ممكن أستخدمها للبيشنت اللي ما عنده للإدنتشلس بيشنت. ريفرزابل يعني التفاعل مالتها يكون تغير فيزيائي، يعني هي بالبداية تجيني على شكل سول اللي يكون حار، أخليه بالبيشت ماوث يبرد تتحول إلى جل. ممكن من أطلع بالبيشت ماوث إذا عرضتها للحرارة مجددا ترجع تتحول إلى سول، هذه معنى ريفرزابل. هيدروفيليك معناها محبة للماء، هي أصلا متكونة من ماء فأكيد محبة من الماء للماء. ميوكوستاتيك يعني لزوجتها قليلة، فمثل الضغط على الميوكوس ممبرين والسوفت تشو. الأجار ممكن نلقاه بعض الكتب اسمه أجار،
هو سول بدرجات الحرارة المرتفعة ويتحول إلى فيسكو إلاستيك جل لما نبرده. حتى ناخذ طبعه نحتاج إلى Special Conditioning Unit، يعني جهاز خاص حتى نأهل به المادة، يعني نحوله من جل إلى سول حتى نقدر نستخدمه. وأيضا نحتاج إلى Water Cooled Trays على مود ناخذ بها الإمبريشن.